كنت في المكتب وخدت منك حوار لو تفتكر. اهلا وسهلا. كان اول اسبوع تقعد فيه كان بعت من الباشا هاني بيه عشان كده انا استمريت. طب خلينا رايز بقى على الماتش. كم فيلا بيتعمل لهم وكم واحد كده دلوقتي والموقف التلفزيوني دلوقتي؟ هو طبعا احنا دلوقتي واقفين في منطقه الفيلات في الحي ار سي، ده امتداد لحي العمارات. هو الحي فيه عمارات ومنطقه فيلات والخدمات اللي موجود دلوقتي. خلصنا يعني العمارات تقريبا بالكامل طلعت وبنشطف فيها. النهارده في منطقه الفيلات حوالي 1000 فيلا، في فيلا مفرد وفي توين وفي انواع مختلفه. مساحه بتبدا كام؟ المساحات بتبدا من 230 لحد كام يا محمد؟ لحد 328. لحد 328 يا اقل مساحه عندنا 200 328. المتر متر فردي ولا مزود كده؟ بنتكلم على المباني. على المباني يعني دي مسطحات مباني. مباني اللي هم 225 او 230 دي مسطحات مباني. ال 225 على مسطح ارض 300 متر تقريبا. 300 متر تقريبا. طب هينتقل متى؟ الفيلا ليها حدائق يا باشمهندس؟ الفيلا لها حديقه اماميه والفيلات لها طبعا حدائق من جميع الجهات اللي هي المفرد. فالحدائق موجوده لكل فيلا، موجوده لها الحديقه الاماميه بتاعتها وجميع مرافق بندق. حمامات سباحه؟ مرافق. في حمامات سباحه؟ إيه؟ في حمامات سباحه. المرافق كلها الفيلات ولا الفيلات هيبقى فيها اماكن؟ هيبقى الملك نفسه لو عاوز يعمل حمام السباحه في مكان لحمام السباحه. الاسعار طبعا انتوا بتتكلموا في حته مهمه جدا. احنا النهارده شغالين طبعا، انتوا لسه شايفين احنا بنسابق زمن. الكلام ده من 14 كان ما فيش حاجه خالص في الفيلات دي. فاحنا بنجيب الشركات بتشتغل ولسه ما اتفقناش على السعر. فالاسعار بنتفق مع الشركات نوصل للمرافق والغاز والخدمات، وان شاء الله يعني خلال فتره بسيطه يبقى الاسعار قدامنا. كم في المرافق تقريبا؟ احنا المايه النهارده في الحي ده، المايه موجوده في الحي ده والصرف الصحي، وانتوا واخدين شايفين المجمع الرئيسي للصرف الصحي. لو دخلتوا من هنا هتلاقوا المجمع الصرف الصحي شغالين فيه. الغاز بدانا نشتغل فيه. الكهرباء عملنا محطه مؤقته 45 ميجا موجوده دلوقتي في الحي. يعني كل الخدمات شغالين بالتوازي. على 30/12 هيكون كل المرافق موجوده في الحي. الخدمات بقى مش متفقين. الخدمات عندنا النهارده بدانا في شركات نزلت تشتغل في الاسواق والباركنج وفي المسجد والكنيسه. خلال شهر هتبقى في شركات نازله شغاله فيهم. في 9 مدارس سلمناهم لاصحاب المدارس طبعا معروفه، هيشتغلوا فورا خلال شهر تكون 9 مدارس شغاله. واحنا مدين الكلام ده 19 سنه بحد اقصى كل مدرسه موجوده. في مدرسه نيلي هنا في الحي في ار 3 موجوده معانا، دي مدارس. وهنعمل مدارس حكوميه موجوده كمان ان شاء الله. جامعات حضرتك يا فندم؟ جامعات. في الجامعه الكنديه دلوقتي اللي موجود على النصر وانتم ماشيين هتشوفها طلعت. وفي جامعتين تانيين بيجهزوا اوراقهم عشان يبداوا في التنفيذ ان شاء الله. كل ده داخل في كل ده في الار 3 والمناطق المحيطه بالار 3. طب الكنيسه على كم مرحله والمسجد على كم مرحله؟ فاضل قد ايه على التشطيب بتاعه؟ لا ده احنا لسه بقول لك هنبدا فيه. هنتكلم على الكنيسه. لا لا الكنيسه طبعا انت عارف ان اللي حصل الاحتفال وتم الصلاه في الكنيسه، والجامعه يتم الصلاه قريب في المسجد ان شاء الله. ففي يعني انا بتكلم على الكنيسه والمسجد في الحي. في الحي الكنيسه في الحي غير كسر العاصمه. غير كسر العاصمه. انا بتكلم في الحي هنا في كنيسه ومسجد هيتم التنفيذ يعني خلال شهر يكون في شركات هتنفذ فيهم ان شاء الله. في الاحياء اللي موجوده في العاصمه في مقرر تاني كنيسه ومسجد غيرهم؟ هو طبعا المخطط مقرر كام كنيسه في العاصمه؟